نعمل ايه؟ نلبس جوانتي مفتوحه الاول الفرخه زي ما قلت لكم من الظهر، بس انا عايزه اكسر المفاصل بتاعتها تطرى معايا، وفي نفس الوقت عايزه كده اعمل لها تشريح من بره علشان التتبيله تدخل جوه لحم الفرخه نفسها. هنشوف ازاي مع بعض. واول ما الرز يتشرب هننقله على عين هاديه، على نار هاديه، والعين الصغيره زي الرز العادي بالظبط. انا بس سايباه يتشرب دلوقتي. نجيب سكينه ونعمل التتبيله، نشوف الفراخ الاول هنشتغل فيها ازاي، هظبطها ازاي. نبعد دول كده. بسم الله، ادي الفرخه اهي مفتوحه يا جماعه من الظهر بالشكل ده. اكسر بقى المفاصل، افضل كده كل مفصل موجود كده اكسره كده بصوابع ايديا، ما خليش مفصل سليم، بس الجلد هو اللي سليم. يعني بصوا الورك اعمله كده اهو، خلاص كده. وادي الصدر كمان، شايفين ازاي؟ وبعدين اعمل فيها بقى الشرايح دي كده. بالشكل ده. واجي الورك كمان كده اهو كده. الورك والصدر عملنا فيهم التشريح ده عشان التتبيله تدخل جوه وتسوي لي كل حته في اللحم، تبقى الفرخه كلها متتبله معايا. خلاص كده الفرخه جهزت، هحضر لها بقى التتبيله. بوله اهي، وهحط فيها ميه بصل. بوله دي صغنطوطه على الفرخه، يلا. ميه طماطم، صلصه، زيت كده، واقلب كويس. وحط طاسة على النار تسخن معي، وهدوب كده كله في بعض. وانا لسه ما تبلتش، ما حطيتش ولا ملح ولا حطيت بهارات الشوي ولا حاجة، ده انا حطيت مية بصل ومية طماطم وصلصة وزيت كده. وبعدين زي ما قلت لكم العسل الاسود لو موجود عندك بيدي نتيجة ممتازة في الشوي. بسم الله كده. يا اسراء اهلا وسهلا. ازيك يا شيفاء؟ ازيك يا اسراء؟ الحمد لله كويس. ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام يا قمر. عايز اسال على حاجه. قولي لي، اتفضلي تحت امرك. عايزه طريقه الكوردون بلو. الكوردون بلو، ماشي. بصي يا ستي، انت هتجيبي صدور فراخ تخينه زي ما هي، ماشي؟ يعني مش متقطعه بانيه، صدر الفرخه تخين زي ما هو. وبعد كده انت في البيت بتروحي جايه فاتحاه بس ما بتوصليش للاخر، وبعد كده تفرديه، بيبقى عامل لك زي الجناحين كده، بتحطي عليه كيس وتدقيه زي ما بندق البوفتيك، خلاص بقى ناعم معاكي وطري، بس مفتوح مفتوح كده زي ما هو، بس موصول ببعضه. بتحطي بقى الحشوه اللي تعجبك. الاصل بتاع ان احنا بنحط لانشون، بنحط تركي، بنحط اي حاجه انت عايزاه، وشويه جبن، ومنهم كمان الجبنه الموتزاريلا، وتلفي كله وتلفيه في استريتش وتربطيه كويس قوي من الجنبين، وتدخليه الفريزر يتجمد. يطلع متجمد تعملي له طبقه بانيه اللي هي بيض بلبن ببقسماط بدقيق، وبعد كده تقليه في الزيت على طول، بس مش اكتر من كده. شايفين لون التتبيله عامل ازاي؟ هاخد بقى معلقه كبيره من بهارات الشوي اللي عملناها مع بعض، زائد الملح. مش هحط فلفل اسود ولا احط اي حاجه خالص، لان بهارات الشوي فيها من كل حاجه يا جماعه. ادي كده الملح، يعني هي بتغنيني عن ان انا احط اي حاجه تاني زياده، هو الملح بس عليها. وهقلب كده كويس قوي، ادوب كل ده في بعضه، وخلاص كده الدنيا امان زي الفل، مستنيه بس الفرخه. نشيل كمان دي بعيد. الطاسه على النار بتسخن كويس، هنزل فيها شوية زيت. بسم الله كده. وعندي صاجة فرن موجودة جاهزة جنبي، هدي الفرخة صدمة على الناحيتين تقفل المسام بتاعتها
وبعد كده اروح حطاها في الصاجه وعلى الفرن. ادي بوله بقى عشان تاخد الفرخه دي. ننزل بالتتبيله كده، وادي الفرخه مفاصلها دايبه خالص. بصوا عامله ازاي المفاصل دايبه خالص، متكسره خالص ازاي، صدر ووراك وكله، وواخده تشريح كده في كل حته فيها. واروح نازله بيها على الخلطه اهي كده، تبلها كده كويس كده، بسم الله. وادي الناحيه التانيه كمان. يا سلام بقى لو تقدري تسيبيها ايه شويه، نص ساعه كده، تديكي نتيجه احلى واحلى باذن الله. بس انا طبعا انتوا عارفين مش هسيبها، مش هعرف اسيبها، انا عايزه ايه اخلص بسرعه عشان عندي وصفات كتير. شايفين لون التتبيله عامل ازاي، اللون المحمر الحلو ده مع العسل الاسود والصلصه والزيت، اديها لون شوي بقى ان شاء الله في منتهى الجمال. نقلب تاني كده. انا عايزه بس اتبلها ايه، عشان حطها وقت قصير فعايزه اتبلها على طول. هاخدها بقى دلوقتي جنب الطاسه كده واصفيها كويس، وهنزل الاول من ناحيه العظم مش من ناحيه الجلد. اصفيها كده كويس، بسم الله، يلا بينا. ودوسي عليها كده عشان ما تقبش وتفضل مفروده بالشكل ده اهي. شايفين ازاي شكلها؟ لازم تاخد الصدمه دي، ما تخليش العظمه تقب من هنا، كل شويه تدوسي عليها كده كده اهي. ادي شكل الفرخه. يا الاء، الو يا لولو، ازاي؟ الله يسلمك، عامله ايه شفهان؟ الحمد لله يا عمرايه، اخبارك ايه؟ حلوه الحمد لله، انا اول مره اكلمك. اهلا وسهلا بيكي، تكلمينا على طول يا الاء. ان شاء الله باذن الله يا عمر. قولي لي يا الاء، ليكي اي سؤال؟ لا انا بتابعك بتفرج عليكي. ربنا يخليكي ومنوراني، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. عايزاكي تشوفي بقى المشويات بتاعتنا النهارده دي وتقولي لي رايك فيها ان شاء الله. ماشي، انا قاعده قدام التلفزيون. ماشي يا عمر، اوعي تقومي. ماشي؟ ماشي، احنا بنحبك قوي. ربنا يخليكوا جميعا ليا يا رب، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم يا حبيبتي يا رب. اشكرك يا الاء. الرز عندي بصوا اهو اتشرب، هوطي عليه النار بقى خالص واسيبه يكمل سواه على ما اخلص بقيه المشويات بتاعتنا. زي ما قلت لكم النهارده عندنا ان شاء الله حلقه مشويات هتعجبكم جدا باذن الله. طيب على ما الفرخه تاخد صدمتها، اديها صدمه على الناحيتين، وهحطها في صاجه الفرن دي او اي صينيه فرن، وهدخلها على الشبكه على اعلى درجه حراره في الفرن، بس لازم الاول اديها الصدمه دي. على ما اعمل كده اطلعوا فاصل تستريحوا شويه تاخدوا نفسكم وترجعوا لي نكمل المشويات بتاعتنا مع بعض. فاصل قصير، استوعوا القناه تتغير. شفنا لغايه الفرخه اديناها صدمه على الناحيتين، بس من ناحيه العظم الاول ما بديهاش لون، انا مجرد ان بديها صدمه تقفل المسام بتاعتها عشان بعد كده لما اشويها تطلع طريه ما تطلعش ناشفه مني. ودخلتها الفرن، تعالوا كده، بسم الله. ادي الفرخه اهي دخلت الفرن، تاخد 3 ارباع سوا، وبعدين هطلعها على طول على الفحم. زي ما قلت لكم النهارده احنا بنتحايل على ان حد عايز يشوي وما عندوش شوايه، فهيستعمل الفرن وبعدين يروح مطلع على طول على بديل الشوايه اللي هنعمله مع بعض.